فراس كرم مراسل أورينت نيوز معنا مباشرة من ريف حماة للوقوف على آخر تطورات الوضع هناك. إليك فراس، تحديدا ريف حماة الجنوبي وما يجري في محيط بلدة حر بنفسه. نعم وسام، طبعا نعم. اليوم الخامس على التوالي تحبط كتاب الثوار أي محاولة تقدم على بلدة حر بنفسة وأيضا قرية الزارة في ريف حماة الشمالي. طبعا غرفة عمليات حمص هي الثوار، هم الثوار الذين يخوضون هذه المعارك و صد محاولات قوات النظام. طبعا اليوم كانت في ساعات الصباح الأولى محاولة جديدة لقوات النظام التي تعتبر هي المحاولة الخامسة في هذه الفترة، لكن الثوار تصدوا لهذه الحملة بكل ما لديهم من قوة وأمكانيات وأجبروا قوات النظام على التراجع بالتزامن مع استهداف مواقع أخرى لقوات النظام في داخل المحطة الحرارية، محطة الزارة في أيضا ريف حماة الجنوبي، وأيضا مواقع أخرى هي تعتبر معاقل للشبيحة. طبعا بالإضافة إلى ذلك تكبيد قوات النظام خسائر فادحة أمام هذه المحاولة التي كانت تهدف بالسيطرة على بلدة حر بنفسها. طبعا بلدة حر بنفسها هي بلدة محررة بشكل كامل، وأيضا تمكن الثوار في اليومين الأخيرين أو الماضيين من مهاجمة مواقع تابعة لقوات النظام بالقرب من قرية جدرين، هذه القرية الموالية للنظام والتي تعتبر أيضا معقل رئيسي للنظام، وأيضا نستطيع أن نقول أن الموقف لصالح الثوار في ريف حماة الجنوبي وسام. نعم فراس، هل لديك أي تطورات أخرى في ريف حماة أم أن الوضع ما زال على ما هو عليه؟ نعم وسام، طبعا ما زالت هناك قرى عدة في ريف حماة الشرقي تتعرض لغارات جوية من الطيران الحربي التابع للنظام، بالإضافة إلى قصف مدفع عنيف يستهدف عدة قرى، وأهم هذه القرى هي قرية عطشان التي تعتبر هي قرية محازية أو مواجهة لقرية معان الموالية للنظام، بالإضافة إلى ذلك أيضا قصف طال عدة قرى في سال الغاب بريف حماة الغربي، تبعه أيضا قذائف مدفعية أطلقها الثوار ردا على هذا القصف الذي يستهدف المناطق الآهلة بالسكان في سال الغاب. بالمقابل الثوار استهدفوا أيضا معسكر جورين بصواريخ الجراد وأيضا معاقل الشبيحة في عين الكروم بريف حماة الغربي وسام. شكرا جزيلا لك فراس كرم مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من ريف حماة.